السلام عليكم، مرحبا بكم في واحد الجوله جديده. اليوم ان شاء الله كما تشوف بلاكه الرومبا مقبره الغفران طريق نيشان، وكاين هنا الهراويين. الهراويين ماشي الهراويين ماشي العشوائي، هذا الديور اللي عطاهم هنا. غنديروا فيه جوله ان شاء الله الهراويين الجديد كما تيسموه. من هنا للفوق راه كامل تيقولوا لي الهراويين الجديد. الهراويين عارف اش الهراويين؟ هذاك البناء العشوائي هذاك راه دزني عليه في واحد الفيديو ديال طرف ما بين الحلحال من بلانيت هاوس للحلحال. نخدم مرجان ديال الهراويين هذاك باقي عشوائي، باقي ما دارش معهم شي حل. ولكن هنايا هذا الهراوي اللي يعني بحال حي الفضل تاعو. اليوم راه اخر نهار في الدراسه قبل من رمضان، غنديري اليوم بالي نديري اليوم واحد الحفله. الدراري جاتهم طيحة مع رمضان قد سبحان الله العظيم. شوف شحال عاطينهم. ندورو من هنا باش العلبق هاد العمارات هادا راه تيسميوهم الهراويين من جديد، والاخر اللي تحت ليه ديور الهراويين. هذا حسب المعرفة ديالي ليه يعني تيسكن في منطقة و تيعرفها حق المعرفة كتب لنا في كومونتير. يعني حنا سنديو اكثرية على البلايك، بعض الخطوات جوجل ماب حسن عطا كانوا عطاو لصحاب الحي هنا، ترى عارفو الناس اللي ساكنين هنا. مسدود القادية طلعوا هنا هنا الأخرى مسدودة. Thank you.
الديور هنا لا بلايص تلقاهم مسدودين. انتير دي شو تشغل لهم دور وصلنا دابا غادي نخرجوا لواحد المسجد هو فين كاين التيرمينيز ديال 55 المسرح هذا العمران تيتسمى العمران واحد والهراويين راه فهمتي تبقى مشنوع واخا تيتسمى الحي بسميه اخرى تبقى السنيه يعني الهراويين بحال تقول البلاصة كاملة وكل بلاصة تتبنى تيسميوها بوحدها دابا سيدي اسمها مسباتة راه فيها بزاف ديال الأحياء مسباتة داخل فيها حي الوحدة اللي تقريبا هو سيدي عثمان سيدي تحسب على سيدي عثمان وهو محسوب على سباتة حتى داكشي كان تبدل كان بن مسيك عاودوا قسموا هذاك الشيء دارهم مولاي رشيد عام لازم المسيح وهنا القدام هنا هذا اللي تيبان لكم هذاك هو الهراويين يعني العشوائي هذا كما تيبان لكم راه كاينه النويرات ما شاء الله تبارك الله تاكل في الربيع يبدا طاو هنا هذا هو المسجد اللي قلت لي فيه التيرمينيز ديال 55 مسجد طيب يا سيدي طيبة ولا مشكليناش باش نعرفوه ها ال 55 فين هو يعني هو التيرمينيز ديالو كاين شي تيرمينيز ديالو هنا ولكن نتمنى هادشي عاود حاولو تنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم ورمضان مبروك ويلاه نخليوكم الساعة الله يعاونكم